ليس فراغ اليوم بفراغ ما قبل 2016، فالخلافات على ملف رئاسة الجمهورية اشتعلت حتى بين الحلفاء، ناهيك عن الخلاف الحاصل بين أطراف اتفاق مرمخايل. وعلى جبهة 8 آذار تحديداً، أشارت معلومات لصحيفة نداء الوطن مفادها أنه يتبين أن العامل الذي حرك رئيس مجلس النواب نبيه بري بشكل لافت أمس هو أن الخطة ألف التي جمعت الثنائي الشيعي ليكون رئيس تيار المردة سليمان فرنجية مرشحه لن تكون نهاية المطاف، إذ يستعيد المتابعون مسار خيار الثنائي عندما سارع بري إلى ترشيح فرنجية قبل أن يقوم الحزب بهذه الخطوة، ورأوا في ذلك تفصيلاً ليس صغيراً. فتبين أن الأخير ونتيجة حساباته الواسعة لن يجد ضيراً بالذهاب إلى الخطة ب التي تعني الذهاب إلى مرشح جديد، ما يعني أن هناك مشكلة بين ركني الثنائي آتية على الطريق وفق الصحيفة عينها. وفي خلاصة هذا المشهد الرئاسي المتمحور حول موقف الثنائي من الاستحقاق الرئاسي، يتبين أن رئيس البرلمان بحسب نداء الوطن يخشى من أن يتكرر مشهد العام 2016، لذلك أوصل رسالة إلى حليفه فحواها ما تعملوا فيه مثل وقتعون. أما على جبهة ما كان يعرف بالرابع عشر من آذار، ثمة معطيات لموقع لبنان ديبيت تفيد بأنه لوحظ أن الاتصالات شبه متوقفة بين كليمونسو ومعراب، بانتظار ما سيقوله سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري خلال لقاء مرتقب سيجمعه بكل من جنبلاط ورئيس القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع. وبحسب لبنان ديبيت أيضاً، كان من المفترض أن يزور النائب وائل أبو فاعور معراب موفداً من جنبلاط بعد التحولات الأخيرة وترشيح فرنجية، إلا أن سيد المختار ارتأى في هذه المرحلة التزام الصمت إلى حين معرفة موقف الدول الخمس ومسار التسوية وكل ما يحيط بها ليبني على الشيء مقتضاه. أما داخل الحزب التقدم الاشتراكي، فبحسب لبنان ديبيت تشير المعلومات إلى أن الحديث عن تباينات في وجهات النظر أو حتى هو في المواقف السياسية بين جنبلاط الأب والابن، أي رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، فذلك فيه الكثير من الواقعية والمصداقية باعتبار أن تيمور لا يريد وصول فرنجية إلى بعبدة. تأتي هذه التطورات بالتزامن مع معطيات سربتها صحيفة الأخبار تتحدث عن معلومات وصلت إلى مسؤولين رسميين لبنانيين من عاصمة أوروبية نقلاً عن مسؤول سعودي، مفادها أن المملكة فتحت حواراً مع إيران وسوريا وقريباً مع الحزب، حتى أن خط الحوار فتح أو أوشك من خلال طرف ثالث.